وما تطيحوش في الخطا تاع اوي دور قلبي ما ناكلش الصباح، لا هذا خطا. ومن بعد رايحين تتعبوا، رايح الدماغ تاعكم راح يبذل مجهود، رايحين تتعبوا، لازم تتغداو مليح صباح. نتكلموا كذلك على واحد الامر، يقول لك التلميذ يدي معاه الحلوه ولا في الساك ديالو، انا نقول لهم نعم طبعا، علاش ندوا الحلوه؟ شفاو كانوا زمان يقول لك كاو زعفه وتلوها طولوا حبه حلوه، سي سا باسكو كي نزعفوا يطلع لو كورتيزول في الكور ديالنا، الوغ باش نوقفوا هذاك الهرمون شويه ونقدروا نتحكموا فيه ناكلوا له حاجه حلوه، مي ماشي كونتيتي كبيره، الشوكولا ولا دي بونبو يكونوا عندنا، باش نطلعوا ثاني زيدوا هرمون السعاده ونقدروا نكملوا الاختبار ديالنا. كاين بعض الاسئله لحقتنا على مشروبات الطاقه، قالك اسكو نقدر ناخذ مشروب الطاقه اثناء الامتحان ولا قبل؟ انا ما نقول لكم ممنوع، هذه الاشياء ماشي مليحه. حاجه الاولى هذاك مشروب الطاقه واش رايح يدير لك؟ رايح يطلع لك دقات القلب، راح يزيد لك من ترعش، هادو ممنوعين. حبيتوا تشربوهم يعني احنا ما ننصحوش بهم كاخصائيين ولا ديكوتش ولا، بصح نقول لكم ابتعدوا عليهم خاصه في هذه الفتره فتره الامتحانات، ابتعدوا على هذا الاكل غير صحي، ابتعدوا على اكل الفاست فود. نخرج برا نروح ناكل نامبورتو وناكل حاجه وحاجه وخلاص، انت عندك امتحان المده ديالو راهي طويله، وكان يجيك تسمم ولا كيفاش راح تكمل الامتحان؟ لازم نكون ذكي ونعمل بذكاء ونركز مليح على صحتي، لانه صحتي هي الوسيله الوحيده اللي راهي في يدي باش ننجح في هذا الامتحان. نحاول ناكل في البيت، الناس اللي تسكن بعيده نحاولوا ندوا معانا الغذاء ديالنا، نحاولوا انه قدر الامكان ناكلوا حاجه صحيه. معليش ما لازمش ناكل فاست فود، نروح نشري جبن، نشري خبز، نشري فاكهه، المهم الغذاء ديالي يكون صحي. نشرب الماء، نتكلموا على هذه النقطه، الماء مهم، ما كاش حاجه يحتاجها الجسم ديالنا قد الماء، الماء اهم شيء. قرعتي تاع الماء قدامي نشرب، كل مره نتفكر نشرب ما نخليش روحي تزيد غاطي، باسكو كي يقعد الجسم تاعك ناشف حاجه فيك ما حتخدم نورمال، ما مدي القدرات الفكريه تاعك اللي راح تستعملهم اثناء الامتحان ما رايحينش يكونوا في بنسبه 100%. كي ندخلوا العشيه للدار ناكلوا وجبه صحيه ونركزوا خاصه على في التغذيه تاع التلاميذ هذوما اللي عندنا، نركزوا لهم دائما على الحاجه الصحيه. الا عطينا لهم في حاجه فواكه لازم تكون فواكه طازجه، الا ركزنا على الفواكه الجافه نعطوا لهم فواكه جافه، من افضل ما تكونش معلبه، نبتعدوا على المعلبات ونحاولوا دائما نحافظوا لهم على تغذيه صحيه في هذه الفتره. ونوصوهم خاصه هما باش ما يبتعدوا، يعني لازم لهم يكون عندهم يتعاملوا مع هذه المرحله بذكاء، لانه المحافظه على صحتك هي اللي راح تكون مفتاح النجاح ديالك. ونقول لكم كذلك بالنسبه للغذاء الصحي في فتره الاختبارات راهو من الامور المهمه ومن الامور اللي رانا نركزوا عليها، وحتى في بوتيتغ في لي ليسي ولا في لي سيام راهم يديروا دركاتيك يطيبوا لكم التما، وهما يركزوا يعني المدرسه عندها تعطي اهميه باش يكون هذاك الطفل عنده على الاقل وجبه صحيه فيها كل ما يحتاجه الجسم من معادن وفيتامينات باش يكمل اليوم ديالو مليح وما يحش بالارهاق.